تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. كنشرف عليه المنسقية الإقليمية والمحلية لحزب الجمع الوطني المحرر في قيوة رمضان، جات الفرصة للتواصل الساكنة عموم الفعاليات حماس المدينة ولا الإقليم الجديد، وكذلك فرصة لتخشم مجموعة من المعالم ديال التنموية اللي كنشتغلوا عليها على مستوى المجالس المنتخبة. الحاجة الله قدم عدد من الأمور اللي كتتعلق بالجماعة ديال التجديد، وغادي نحاول ما أمكن باش أننا كذلك ندير واحد الإحاطة شاملة على ما نشتغل به على مستوى المجلس الإقليمي بمعية الجماعة الترابية على مستوى الإقليم ديال التجديد 25 جماعة ترابية. فالجانب التنموي بالدرجة الأولى، طبعا من السابق لأوانيه الحديث عن حصيلة ديال الاشتغال، لأن المشريع ولا المرحلة الانتدابية راه فيها 6 سنوات ديال الاشتغال، والحصيلة عادة كيهضروا عليها الناس في نهاية المرحلة الانتدابية، ولكن ما فيها بس أننا نوضعوا بعض الأمور، نأكدوا ولا نشيروا لبعض الأمور اللي تم الاشتغال عليها في الفترة هذه. طبعا قبل ما نعطي بعض الإشارات، ونبغي نأكد على أن التدبير ديال الإقليم ديال تزنيت فيه واحد النفس، اشتغلنا فيه واحد النفس تراكمي، يعني بناء على واحد التراكم أجبنا رشار بعض الإشارات على مستوى الجماعة ديال تزنيت، بمعنى أنه كان تراكم إيجابي مهم جدا سواء على مستوى المشاريع التنموية الاستراتيجية الهيكلية على مستوى الإقليم، كاين تراكم إيجابي كذلك على مستوى البرامج الاستراتيجية اللي احنا الآن بصدد التنزيل ديالها، كاين كذلك تراكم في مجموعة من الشراكات الاستراتيجية، يعني كاين شراكات استراتيجية ربما الأثر ديال هذوك الشراكات الاستراتيجية ما كيبانش في واحد الولاية ولا جوج، يعني عندها واحد الوقع ممتد على مستوى الزمن وعلى مستوى المكان. وكاين كذلك واحد المسألة اللي بغيت نأكد عليها اللي فيها واحد إبداع ترابي، حقيقة كاين إبداع ترابي، وهذا الشيء ربما احنا اللي ساكنين في المنطقة ما كنحسوش به بزاف، ولكن اللي كتشوف يعني تجارب أخرى حينما كدير المقارنة مع تجارب، ولا ملي كتشوف مع مدن ولا أقاليم أخرى كتلقى كتحس بأنه كاين تميز كبير جدا على مستوى الإقليم ديال تزنيت. الحقيقة منذ يعني التشكيل ديال المجلس الإقليمي اللي تزنيت في هذه الولاية، قمنا بدراسة يعني أو بتشخيص الوضع، يعني هذه المشرع أعطانا سنة كاملة ديال الاشتغال في إعداد البرامج ديال برنامج تنمية الإقليم. ملي كنهضروا على هذه السنة بمعنى أنه راه عطاك الوقت، ومن اللي كنهضروا على التراكم يفترض انه راه عندنا واحد العدد ديال المشاريع اللي كانت في الولايه السابقه وغادي وحنا مطالبين بالمواكبه ديالها وبالتنزيل ديالها باش انها يعني تشد الطريق ديالها بالشكل، يعني كاين مشاريع اللي وصلت للمراحل النهائيه، كاين مشاريع اللي وصلت يعني للمراحل ديال لي زابيل دوك والصفقات الى اخره، وكاين مشاريع اللي يعني كانت مكمله للمشاريع الاولى اللي هي واردة في برنامج التنميه ديال الاقليم. اللي كنهضروا على هذا البرنامج التنميه ديال الاقليم وبغيت ناكد عليه ونصدر عليه مزيان، وهو ان هذه هي الوثيقه، هي التنزيل الفعلي والحقيقي للوعود الانتخابيه اللي كيهضروا عليها واحد العدد ديال الناس، بمعنى انه في المرحله ديال الانتخابات كيكون تنافس سياسي انتخابي، وكندوزوا هذيك المرحله بعد العمليه ديال التصويت بكل ما يحيط بها من امور، وكتدوز التشكيله ديال المجالس بعدها مباشره. يفترض ان الناس كينساو هذوك الامور اللي مرتبطه بين قوسين احيانا بالحملات الانتخابيه وما الى ذلك، ويكون عندهم واحد الهم اللي هو هم تنموي يشتغلوا عليه جميع بمختلف الحساسيات. اعتقد ان هذا المنطق هذا هو اللي يحكم يعني التدبير ديال برامج العمل ديال مختلف الجماعات الترابيه على مستوى الاقليم، بما فيه برنامج ديال التنميه ديال الاقليم ديال تزنيت،
وبالتالي ولات عندنا هذيك الوثيقه اللي كتجسد هاد الانتظارات ولا هاد الوعود الانتقاليه وكتجسد ديال الجميع ديال الاطراف اللي هي مشكله للمجالس. ولات عندنا وثيقه ترافعيه، وثيقه استشرافيه، وثيقه اللي كنعتمدوا عليها الان في اللي هي وثيقه تعاقديه. هذا هو التعاقد اللي بيننا الان وبين السفينه، وهذا التعاقد كما كنقولوا دائما هو قابل للقياس، فيه مؤشرات لغدا وبعد غدا مستعدين اننا نتحاسبوا عليها، ما عندناش عليها حتى شي اشكال في التنزيل ديالها وفي كيفيه يعني البرمجه ديالها. كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.